رئيس الوزراء الدولة الفدرال كصومالية مدني حسن علي خيري يمسوليين كترسن مامل كقبل كبنادر أي وحا ايمان تفورين وضد يعتر لغو سمييي قدها مقالة مقدشو وريينا فاضمة عبد النور أي فافاين توركن مقدشو نوغا صودرتي مناسبة دانو حريق لغا جرايي وضد دكتور كدر دسمه دا ايامان تلوغو قبتي مقالة مقدشي عاسي مدى دل كصوماليا مناسبة دانو ايسي وده جراهي اسو خبن قابيين مامل كقبل كبنادر دقموين كعبد عزيز اي كاران ايا وحا كسو خيب غلاي مسوليين كترسن دولة دا صوماليا ونهو قامين ايو رئيس الوزارة حكومة دا فدرال كصوماليا مدن حسن علي غيري هلي ماانو ايو سيدو كليتا سراكيل سريو كترسن dowladda Soomaaliya ugu horeentii ayaa waxa halkaas ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya asagoona sheegay in ay la shaqeyn doonaan shacabka Soomaaliyeed asaga iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo halkaas sidoo kale taa uu ka sheegay in ay shaqada asaga iyo madaxweynaha ay ku ekaaneen in fil Soomaaliya balse uu ka shaqeyn doonaa meel kasto ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed aniga sheegaya aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waa inaan diyaar nahay معها كاران يا عبد العزيز ميل والبا او شعبك الصوماليين سوي مادان انام ديارنا انام ادين نمان ما انام حفيسي دفرنو بلا الصومالي الودة هرنادو وزيرة مقا عابن وحانو شيقا يا مركي الانسحيو وان اد شعبكي نلاشا قيسان وزير كان شعبك لاشا قينا والا لحساب طمايا إذن كنا وإن أتوم بسام وزير كنا لاشا قيوان ولا ليالو دلكا مدحوين إيا رئيس الوزارة كلي يمن معمول كراني يا وزير دلكا ودلكي فرنا وأشاهد فرصة غالية يا حيث النعمان كان عصدت الصومالية وأشاهد وحل سوق غالي وقتك إيا لاشا قيلا هايين دول الدول شعبك الصوماليات وأشياء وحلسون قاري وقتي إلا شقين لهين دولتون كبنا الصوماليات وأشياء حكومة دا وزيرة القسم ووزيرة واوين ووزير القحام كهين لح وزير عياد كلية ومركو ورسوس دا الصوم وقتان سو استاقة تلكي من وسوريين دي سقاطة dhanka kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Hussein Jimcaale asagoona ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha kasoo qayb galkiisa la sharaf u noo yahay waxaan kaloo anagu runtii ay diyaar aan u nahay in hor loo socdo waxa waa in mana dhabar jabi doonto kalsooni buuxdan qabnaa waxaan aaminsanahay xilkoonu meertay aan aaminsanahay إذن أول ولي والبار كما قبنا ما أنت وحنا مسنا هاي وحك استوضع إن وحنا قال دحلنا مسنا هاي إذ وح باللوضاء أو وحنا ما يسمى جرتو إذ كستمالي كب اللوضاء مين لو أقول لما أتا نك شلي هاي مين وح سور قاسي كم ما أنت جوان مين وح قاسينا يا كم بري ما دون مين وح قاسينا يا هدد أسان قبنا دل كان روس عضا إذ كذل في الكرت ما جرتو waddada maanta xariga laga jira ayaa noqonaysa waddadii shanaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir uu xariga ka jiro tan iyo markuu qabtay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana noqonaysa waddadii koowaad ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xariga jirkeeda uu goob joog noqdo fartuun abdinoor tv ga kalsan magaalada Muqdisho